كناشدوا الجمعية الحقوقية، كناشدوا صاحب الجلالة دائما اللي هو أعلى سلطة في البلاد. نشوف هاد المهزلة. المشكل ديالنا هو يا كننتظروا من السلطات باش تعطي الرخص باش يباشروا الوتيره ديال البناء. حنا ما عندناش مشكل مع الشركه، عندنا مشكل مع المسؤولين. حنا دائما في انتظار، كنا كيقول لنا زعما ننتظروا، حنا دائما في انتظار الرخص. كان المفروض نستلموا في شهر 12 ديال العام اللي فات، خدينا دابا تقريبا شي 3 سنين باش حنا خدينا، وكاين اللي مخلص الشقق ديالو كامله كاش، وكاين اللي عطي 20 مليون، وكاين عطي 15 مليون. بالنسبه للناس ديال الاستفاده اللي كنريب لهم الناس ديال القصدير، هو الان كاري اليوم ولازال كيخلص لهم الكرا. كنا خدينا واحد بروجي هنايا ديال اكستنسيون، وكانوا الناس معنا ديال ليكونوميك القدس واحد والقدس جوج اكستنسيون القدس ثلاثه من نيامات الهدم في شهر 10، وباقي المشروع مسوقف ليومنا هذا. دابا حنا حاليا ما عرفناش راسنا من رجلينا، حاليا تيقولوا لنا راه لي دوسي ديال الشركه عند السلطات عند العماله في ولايه الجهه اون كور دو تريتمون، مي باقي لحد الساعه مازال ما بان حتى شي نتيجه. دابا حنا من شهر 10 تنتسناو، ما خدينا فلوسنا، ما خدينا صورتنا باش نسكنوا في الديار. دابا الله يجازيكم بخير، بغينا حنا شي حل. الا كان زعما شي مشكل من الشركه تقاد الامور ديالها، دابا حاليا تنزورو الشركه الابواب ديالها مفتوحه، تنمشيو عندهم تيقول لك اودي حنا مستعدين نبداو الاشغال ودافعين الدوسه ديالنا. ايوا الا كان شي مشكل مع السلطات يحاولوا يلقاو لنا شي حل باش تسوى الوضعيه وتنطلق الاشغال. دابا كان في الواحد المشكل ديال الهدم من شهر 10، كانت الشركه دارت واحد الخطا وبنات بلاصه جامع واسباس فير، ما احترمتش تصميم التهيئه. ابخي دار الهدم هادشي في شهر 10، هي باش توقف واحد رجال السلطه هنايا في العماله. من تما وباقي الحل اليوم لحد الان جميع مشاريع الشركه متوقفه، اللي مرخصه واللي ما مرخصاش. حنا دابا كزبناء مازال تنخلصوا صومه الكراء، كما تعلم صومه الكراء من 2000 ل 2500 درهم من الفوق، ومع غلاء المعيشه راه الله يحسن العوان، وعندنا طريطاس. التسليم الاخر ديال 2022، انا كانوا داروا معايا في البروجي ديال ازدياد جوج تمديد للسكن المتوسط، داروا معايا شهر 12 2022، ولحد الساعه دابا راه 8 شهور وباقي ما كاين حتى شي باسيز للامان. المشكل عندنا هو دابا حنا تقريبا اكثر من عام وحنا كنتسناو باش يتسلموا لنا الشقق ديالنا، والمشكل عند مول الشركه. المشكل اللي عنده انهم جاو هدموا ليه على ود شي مشاكل، حنا اصلا ما عندناش حتى شي دخل فيها. حنا خلصنا فلوسنا، بالنسبه لي انا مخلصه كاش 25 مليون وكاريه 2500 درهم، عندي وليدات، عندي احتياجات، عندي بزاف د الحوايج. ودابا كنطالبوا حنا من السلطات الا كانت هي اللي زعما معكسه لي هذا الشيء، يشوفوا من حالنا حنا، حيت حنا المضرورين، حتى واحد ما مضرور في هذا المشكل هذا، حنا المضرورين. حنا عطينا فلوسنا باش نسكنوا، باش نجيو هكا نضيعوا وقتنا ونخليو وليداتنا ونخرجوا حنايا باش نبقاو ناضلوا على حقنا. حنا يسرعوا، حنا بغينا نسكنوا. انا بالنسبه لي باغا نسكن، والناس بزاف. انا 25 مليون كاش دابا تقريبا شي عامين ولا اكثر. دابا حنا كنا غنتسلموا هذه عام، وحنا غنتسلموا الشقق ديالنا هذه عام، باش كنا غنتسلموهم. وقع المشكل صبرنا، قلنا ماشي مشكل وناضلنا مع هذا السيد هذا. حنا دابا المشكل، انا بعدا بالنسبه لي ما عرفتش فين كاين المشكل. واش هو تيقول لك المشكل كاين عند العماله، المشكل ما عطاوهش الرخص باش يبني. يعطيو الرخص، خاصنا حنا يشوفوا المشاكل، يخرجونا حنا من هذا الشيء. حنا كمتضررين خرجونا من هذا الشيء هذا، خاصهم يقدوا لنا الامور ديالنا. حنا واش اللي كيشري ب 25 مليون شنو عنده؟ راه غير درويش، انسان ما عندوش. تقاتلني عليا انا، بالنسبه ليا زيروني بعد الطوموبيل ديالي باش كملت. قال لك والو تكملي الا بغيتي تسلمي. دابا حنا عام وحنا وجاو ريبوا بزاف الناس اللي قسما بالله اللي في هاد المشكل. واحد السيده طلقات، واحد السيده كانت غتموت لانها كانت حامله، طرطقات لها السقيه كانت غتموت في زواج الدواء. يعني حنا متضررين، وماش هادشي اللي كتشوف راه غير شويه، حيت الناس كاينين في الخارج، كاينين الناس من مراكش، كاينين الناس من اسفي، كاينين الناس من بزاف المدن، جاو شرابوا في هذا الموقع هذا عند هذا السيد وسقنا فيه وعطينا فلوسنا. وما هاد الثقه هادي ما يضيعوناش حنا كمواطنين، ناس دراوش ما يضيعوناش. هذا هو ما عرفناش حنايا، بالنسبه لنا حنا ما عرفناش حنا مادام واحد واش عنده هاد الموبل هذا، وعنده مكاتب وعنده موظفين، ما يمكنش ما تيقش فيه. واش الدوله غتخليه يبني هكاك؟ ما يمكنش، غتقرا فيه بحال اي موقع
تحاويل. واش نقول لك راه اكثر من راه بزاف الناس، راه بزاف الناس، حنا راه غير جروب فيه 500 واحد وعاد راه اكثر اكثر اكثر، راه بزاف. الصوت ديالنا كما قال دابا السيده بغينا نوصلوه، يشوفوا من حالنا حنا، يشوفوا من حالنا، يشوفوا من حالنا، هادشي يشوفوا من حالنا، حنا راه متضررين.